دولة الرئيس، السادة النواب، الزملاء المحترمين. باهتمام بالغ تابعت الحكومة في اليومين الماضيين نقاش الزملاء النواب للبيان الوزاري الذي تقدمت به حكومتنا لنيل ثقة مجلسكم الكريم، فكانت مداخلات عكست حرصاً على ممارسة اللعبة الديمقراطية بشفافية والتزام، كما كانت تعليقات ومواقف تجاوزت مبادئ المعارضة الواقعية والموضوعية وحكمت على النوايا، وانطلقت من تقديرات فيها الكثير من اللاواقعية ولا منطق، لتحمل حكومتنا أوزاراً ليست مسؤولة عنها، ولتحملني شخصياً افتراءات بعيداً عن مبادئي. وإذا كانت الحكومة رئيساً وأعضاء ترحب بالنقد البناء وتبني عليه لتصحيح مسار أو تعديل توجهات، فإنها في المقابل لا يمكنها أن تشاطر رأي من ذهب إلى حد الإيحاء بأن حكومتنا مسؤولة عن كل ما عانته الدولة منذ أعوام وما يشكو منه المواطنون من عقود، لا سيما في مجال الخدمات والتقديمات الاجتماعية. وقد تجاهل بعض هؤلاء في كل ما قالوا أنهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى أعوام، إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني تهرباً من المسؤولية أو انكفاءً عن مواجهة التحديات والمصاعب على أنواعها. دولة الرئيس، الزملاء الكرام، لقد أثرتم سلسلة ملاحظات على البيان الوزاري، وتطرقتم إلى مسائل وردت في متنه قد يكون من المفيد التأكيد عليها جواباً على تساؤلاتكم المشروعة، ومنعاً لأي التباس وتبديداً لأي سوء فهم. إن حكومتنا لم تتغاضى كما قال البعض عن الانقسام الحاد الذي يشهده بلدنا راهناً، بل أكدت أنها ستعمل على التخفيف من حدته وصولاً إلى زواله، معتبرة أن احتكامها إلى الدستور والتزامها استكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً هو المبخل لإعادة الثقة والألفة والتضامن بين اللبنانيين، وفي ذلك ما يحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد ويوفر الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم. وهذه المسؤولية ستتحملها الحكومة كاملة من خلال مؤسساتها الدستورية وأدائها السوي والإنماء المتوازن الذي يعزز الوفاق ويحميه. كذلك فإن حكومتنا لم تتجاهل موضوع السلاح أو تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والأحياء السكنية. من هنا كان تأكيدها على أن حفظ الأمن مسؤولية الدولة بمؤسساتها الأمنية وسلاحها الشرعي الذي لا شريك له في هذه المهمة الوطنية السامية. وبالتالي فإن مسألة نزع السلاح من المدن هي في أولى اهتمامات الحكومة التي ستباشر بعد نيل ثقة مجلسكم الكريم في إجراء الاتصالات الضرورية وأخذ الخطوات المناسبة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المدن والأحياء في ظل أجواء وفاقية بعيداً عن التحديات والاستفزاز، على نحو يمكن القوى الأمنية من القيام بمهامها كاملة، علماً أن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سيكون موضوع متابعة وتنفيذ من قبل حكومتنا. أما الحديث عن ظروف تشكيل الحكومة وتوصيفات أطلقها عدد من السادة النواب، فقد جاف في بعض وقائعه الحقيقة، ذلك أن حكومتنا ولدت من رحم الإرادة اللبنانية الصرف،
ولعلها المرة الأولى التي يكون فيها قرار تشكيل الحكومة مستقلاً آخذاً في الاعتبار الواقع السياسي الذي أفرزته الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، علماً أن غياب فريق لبناني عن الحكومة كان منذ الأساس غياباً طوعياً وليس قصرياً. فهل المطلوب أن يبقى البلد من دون مؤسسات وحكومة؟ وأن يظل الفراغ قائماً في ظل انكفاء حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها؟ لقد انتقد بعض النواب طريقة تشكيل الحكومة وتحدث عن انقلاب وعن بلاغ رقم واحد في محاولة للإيحاء بأن حكومتنا أتت وفق قواعد غير دستورية، متجاهلاً أننا التزمنا الأصول والقواعد الدستورية ورفضنا تكريس أعراف مغلوطة مورست في تشكيل الحكومات في الأعوام الأخيرة. دولة الرئيس، السادة النواب المحترمين، لقد أخذ عدد من النواب على الحكومة تغييب دور الحوار الوطني في معالجة المواضيع الخلافية، غير أن العودة إلى البيان الوزاري تظهر أن الحكومة ركزت في أكثر من فقرة على أهمية الإبقاء على الحوار الوطني ودعت إلى تنمية ثقافة الحوار بين اللبنانيين. أما الآلية التي ستعتمد لهذا الحوار ولا سيما وضع هيئة الحوار الوطني فهو قرار يتخذه فخامة رئيس الجمهورية الذي يرأس الهيئة، وله أن يحدد مسارها بشكل يراعي المحافظة على المؤسسات الدستورية ويختار فخامته التوقيت والمضمون وتمثيل الفرقاء. كذلك فالقول بأن الحكومة شكلت لمواجهة المجتمع الدولي يدحضه الالتزام المكرر باحترام القرارات الدولية التي تعني لبنان والتصميم على تفعيل الحضور اللبناني في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي والحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولا سيما منها الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية. واستطراداً، لن تعتمد حكومتنا سياسة المواجهة مع المجتمع الدولي، بل لديها العزم على التعاون ضمن إطار مصلحة لبنان العليا. دولة الرئيس، السادة النواب المحترمين، تناول عدد من الزملاء النواب العلاقة اللبنانية السورية ملقياً ظلالاً من الشكوك على توجهات الحكومة في هذا المجال ومتحدثاً عما سماه الانخراط في سياسة المحاور. جواباً على هذه التوصيفات، نعيد التأكيد أن حكومتنا التي تلتزم التضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور وتنظر إلى العلاقات مع الشقيقة السورية ضمن الإطار الذي حدده اتفاق الطائف الذي نص على إقامة علاقات مميزة تحقق مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. أما في شأن الاتفاقات الموقعة بين البلدين فإن الحكومة ستتابع ما كانت بدأته الحكومات السابقة ولا سيما الحكومة الأخيرة في واقع هذه الاتفاقات، وسأعقد اجتماعاً مع معالي الأستاذ جون أوغا سابيان الذي تولى رئاسة الجانب اللبناني في الاجتماعات الثنائية التي خصصت لدرس هذه الاتفاقيات في الحكومة السابقة، وذلك لمعرفة ما آل إليه البحث في المواضيع كافة وإيداعنا الملفات ومنها مسألة ترسيم الحدود بين البلدين وملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين. وفيما خص مستقبل العلاقات اللبنانية الفلسطينية، فإضافة إلى ما ورد في البيان الوزاري فيما خص الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لجهة اعتراف لبنان بدولة فلسطين واستكمال تبادل التمثيل الدبلوماسي على هذا المستوى. دولة الرئيس، السادة النواب، لقد تطرق عدد من الزملاء النواب إلى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة متحدثاً
عن أن البيان الوزاري كان عاماً فيما خص نوعية القانون الانتخابي. وجواباً على هذه التساؤلات، تؤكد الحكومة مجدداً أن إعداد قانون جديد للانتخابات سيكون من أولوياتها، وأن خيار التمثيل النسبي هو أحد الخيارات الأساسية المطروحة للبحث، ومشروع القانون سيتخذ في مجلس وزراء، فيما الكلمة الأخيرة تبقى لمجلسكم الكريم. وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة على اهتمامها بأوضاع المغتربين وضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية، وهي ستبذل الجهد اللازم لتشجيع أبناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية. أما عن وضع السلطة القضائية، فإن الأسئلة التي طرحها عدد من السادة النواب تجد أجوبة عليها في البيان الوزاري، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه وثقة المواطنين به، خصوصاً فيما يتصل بملاحقة القضاة للفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية. وفي سياق متصل، تؤكد الحكومة التزامها بالإسراع في بت الدعاوي وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، وستهتم الحكومة بمتابعة قضية الموقوفين في أحداث نهر البارد وما تلازم معها للإسراع في بت أوضاعهم لإحقاق الحق والعدالة. وغني عن القول أن تحسين أوضاع السجون هو من الثوابت في سياسة حكومتنا. دعوة الرئيس، السادة النواب المحترمين، ألقت مداخلات عدد من الزملاء النواب ظلالاً من الشك حول الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة في إعادة بناء الإدارة وملء الشواغر ومكافحة الفساد والرشاوي. إنني أؤكد باسم الحكومة أمام مجلسكم الكريم أن لا انتقام ولا كيدية، بل كفاءة وخبرة ونظافة كف ودور أساسي لأجهزة الرقابة. إن الحكومة تؤمن أن عملية الإصلاح الإداري هي عملية مستمرة يومياً وليس عملية موسمية، كما سيكون الإنماء متوازناً وشاملاً كل المناطق. كذلك ستلحظ التعيينات دوراً للمرأة، وتأخذ بعين الاعتبار توزيعاً عادلاً في حصص المناطق اللبنانية كافة لإزالة الغبن والحرمان الوظيفي عنها. أكلت المرأة. وفي الرعاية الاجتماعية التي شكك بعض النواب بعزم الحكومة على الاهتمام بها، فأننا نؤكد أن إجراءات عدة ستتخذ في كل المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية لتنظيم الأداء ويتعزز الأمن الاجتماعي. أما في الشأن الاقتصادي، تؤكد الحكومة ضرورة العمل على مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة من أجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموح اللبنانيين ويؤمن نمواً مستداماً يوازي معدلات نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة. إن هذا البرنامج لا بد أن يرتكز على تحرير الاقتصاد من كافة معوقاته، والتي تمكن لبنان من التقدم إلى مصاف الدول المتقدمة فيما يخص تسهيل أداء الأعمال doing business. أما فيما يخص واقع المدنية العامة وتأثيرها على النمو، فأن حكومتنا سوف تعتمد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة النفقات الاستثمارية في البنى التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح تنامي المدنية العامة. وفي هذا السياق، لابد أيضاً من تطوير واستكمال الهيئات الناظمة كي تقوم بدورها في تأمين حماية حقوق المواطنين لتحقيق التنافسية في أداء الخدمات العامة وتطويرها، مما يساهم في خفض كلفتها ويحسن نوعيتها. هلأ أبلش الموضوع بالضمان. هلأ المحكمة. دولة الرئيس، السادة النواب المحترمين،
لقد استحوذ موضوع جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه حيزاً كبيراً من جلسات مناقشة البيان الوزاري، وتوقف الكثير من الزملاء النواب عند ثلاث نقاط في الفقرة المتعلقة بالمحكمة في البيان. أولاً، استعمال عبارة احترام في معرض الحديث عن القرارات الدولية، وأثار هذا الأمر استغراب البعض وحفيظة البعض الآخر، لكنني أؤكد لكم أن عبارة احترام توازي بأهميتها أو هي أكثر أهمية من كلمة التزام، بدليل اعتبارها من التعابير الدستورية الأساسية كما هو وارد في نص المادة 49 من الدستور التي تنص: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور. كذلك المادة 50 في اعتراض خلي كف بالمعنى زيته يبدل بالتزام. لا، نعمل تعديل دستوري. خلي كف. وكذلك المادة 50 من الدستور المتعلقة بقسم رئيس الجمهورية ونصها: أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة. دكتور الرئيس، هذا يعني أن نحن أمام نص دستوري يؤكد أن الاحترام نص يعلو فوق كل النصوص، ونؤكد على ذلك. عفواً؟ لا ترج أبداً، حتى بالإنجليزي ريسبكت بيعتبروها نفس الشيء. حتى ببيان حكومة الرئيس الحريري في احترام الشرعية الدولية. بعد إذا بتريد خلي كفي. يجوز معطاة الرئيس، ما بيجوز. عود محلك بالأول. النقطة الثانية التي توقف عندها دكتور رئيس، لو مش هو ما قلنا بدل نفس الشيء، نحن عم نقول نيتنا، وحأكد ذلك هلا وحأكدها بكل النقاط، نيتنا ما حدا حتكون ثابتة وواقعة بالالتزام بكل شيء وبمتابعة مسيرة المحكمة الدولية كاملة، وحيدلوا نقول لا خلص أنا عم بعمل ضميري وعم بعمل أخلاقي وعم بعمل وفي لرفيق الحريري. النقطة الثانية التي توقف عندها السادة النواب هي عبارة متابعة، والحكومة استؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على متابعة التعاون في هذا الخصوص تطبيقاً للقرار 1757 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ المحكمة بهدف إحقاق الحق والعدالة كما جاء في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري الفقرة 13، وبعيداً عن الانتقام والتسييس كما جاء في بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الفقرة 26. والحكومة حريصة حرص كل مواطن على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، لأنها تعتبر أن هذه الجريمة وما تلاها من جرائم مدانة هدفت في الأساس إلى ضرب هذا الاستقرار وتلك الوحدة للنيل من مسيرة السلم الأهلي التي عمل الرئيس الشهيد خلال حياته وبالتعاون مع القيادات اللبنانية كافة من أجل تثبيتها وتحصينها ومنع المساس بها. النقطة الثالثة دولة الرئيس، سادة النواب، توقف كثير منكم عند عبارة مبدئياً التي وردت في فقرة المحكمة الخاصة بلبنان في بياننا الوزاري، وذلك للتشكيك بعزم الحكومة على متابعة عمل المحكمة، وبالتالي القول أن هذه الصيغة لن تكون مقبولة في المحافل العربية والدولية. دولة الرئيس، حضرات الزملاء، أن هذه العبارة اقتبست من الصيغة المقدمة من حكومة الرئيس سعد الحريري
إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية في 2 آذار 2011، واعتمدت وفق النص التالي: أخذ مجلس وزراء الخارجية العرب علماً بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لتحقيق العدالة مع المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية. ما كان بقى رئيس وزارة ب 2 آذار 2011؟ رئيس وزارة تصنيف أعمال. كان وزير الخارجية عم يتصرف، مش هو حكومته. طيب يعني بتقصد ما كان عم يقوم بدوره؟ أولا لحظة صغيرة، بتمنى بعتقد كل واحد منا حكي اللي بده إياه للآخر، ما يصيرش مقاطعة. بس مازال قال هذا الكلام، وزير الخارجية من واجباته عند إذن بيحكي مع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيس. عندنا تجارب أخرى دولة الرئيس. وزير الخارجية كان عم يشتغل من راسه، تعرفها أنت هذا النص، تعرفها دولة الرئيس كان عم يشتغل من راسه. هذا النص انعمل دولة الرئيس، هذا النص اقترح بالوزراء الخارجية العرب وافق عليه لبنان. مش العكس صحيح؟ مش العكس صحيح دولة الرئيس؟ وزير خارجية، وزير خارجية لبنان اقترح وافق عليه العرب. على كل حال، نكون واضحين، على كل حال حنخلص، حنوصل الخلاصة الأكثر. على كل حال إن الحكومة، بدك تحول مصاري؟ إن الحكومة سؤال يا المقاطعة، ليش هالمقاطعة؟ حخلص لك إذا بتريد. أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمها الرئيس رفيق الحريري، وأنا شخصياً لدولة الرئيس سنيورا ما معي محاية، بكتب بقلم حبر، أنت بتكتب قلم رصاص. أرفض. أنا بحترم كلامك، بس الناس كلها بتعرف دولة الرئيس الحقيقة، مش هيك؟ كلها الناس تعرف 100%. صداقتنا ما بتتغير، بس هذا وأنا الموضوع بحترمه. تعرف الناس وأنا بحترمه. أنت شوف كنت أنت كيف وأنا كيف. هذا كلام مش مقبول كمان بحق رئيس حكومة. ما أنت شو خصك؟ أنت شو خصك يا علي؟ ما خصك أنت قطعت علاقتي. علاقتي أنا بالرئيس مئاتي ما بشوف أي شائب الشخصية. لحظة أبدا، ما حدا يتدخل بهذا الموضوع. لحظة إذا بتريد، أولا وزير علي حسن خليل، أنت من كتلكي أنت ما إلك حق تتدخل بهذا الكلام، ولا إلك حق تحكي كلمة واحدة من دون ما تأخذ إذن. نفس الشيء دولة الرئيس، إذا بتريد كل واحد منا حكى خلي رئيس الحكومة يخلص مناقشته إذا بتريد. عيب أن يقال أن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، وأنا شخصياً أرفض رفضاً قاطعاً أي مزايدة في هذا الموضوع من أي جهة كانت، وأؤكد أن العمل إلى أحقاق الحق والعدالة هو الهدف الأسمى الذي سنستمر في السعي إليه وفاءً للشهداء. دولة الرئيس، سعادة النواب الكرام، أليس لنا من الأفضل لنا جميعاً أن ننأى بهذه القضية عن المزايدة والاستثمار السياسي وأبقائها ضمن الإطار الذي يجمع عليه اللبنانيون؟ دولة الرئيس، كونوا على يقين، ليس نجيب ميقاتي من يناور ويفاوض على المحكمة والعدالة للبقاء في السلطة. ليس نجيب ميقاتي من يفرط ويتنكر لدماء أي شهيد سقط دفاعاً عن لبنان. فكيف الحال إذا كانت دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ذقامة تاريخية في لبنان، وهو ليس شهيد تيار سياسي أو شهيد طائفة أو مذهب، بل شهيد كل لبنان. ولن أقبل بالتراجع عن إحقاق الحق والعدالة أو أن يستغل أي كان استشهاده للنيل من وحدة لبنان وشعبه التي كان يحرص عليها الرئيس الشهيد. لقد دولة الرئيس، سادة النواب المحترمين، لقد سادت جلسات مناقشة البيان الوزاري منخات صحية أبرزت أهمية ممارسة اللعبة الديمقراطية، غير أن في كلمات بعض الزملاء النواب ما طولني تشكيكاً وتجريحاً وصولاً إلى حد اتهامي بالتنكر لمبادئي والتزاماتي تجاه أهلي
وأبناء مدينة طرابلس الذين مشوا معي مسيرة طويلة من الوفاء والمحبة، وحملتني ثقتهم الغالية مرتين إلى الندوة البرلمانية انطلاقاً من مبادئ أمنت بها وعملت من أجلها وأعدت التأكيد عليها في انتخابات 2009، وفي مقدمها تمسكي بالسيادة والاستقلال وبالحرية وبالعدالة وبمتابعة المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في استشهاد الرئيس رفيق الحريري. وأنا ما زلت وفياً لالتزاماتي وقناعاتي، ولن أتراجع عنها مهما كانت الضغوطات ومن أي جهة أتت. على كل حال، سمحهم الله والزمن خير مستشار، وأطمئنهم وأقول لهم ولأهلي في طرابلس أنني سأظل أعمل من أجل طرابلس الطواقة إلى مصالحة حقيقية بين أبنائها تزرع أمناً وسلاماً وراحة بال، وسأسهر مع قياداتها السياسية والروحية على ترسيخها وتجزيرها. سأعمل على تحقيق مطالب طرابلس المحقة بالإنماء المتوازن الذي يعيد إلى المدينة بهائها. إضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة بجهد ومثابرة على أن تكون بيروت وطرابلس وكل مدينة لبنانية آمنة ومستقرة. وألتزم اليوم أمامكم وأمام أهلي أني ورفاقي في الحكومة سنعمل بكل إخلاص لمدينتنا الحبيبة ولكل الشمال، كما لسائر المدن اللبنانية التي أعتبرها بمثابة طرابلس، إيمانا منا بالإنماء المتوازن العادل، وللذين أرادوا من خلال هذه الافتراءات التي أطلقوها أحداث شرخ بيني وبين أهلي، أقول دون استحلافهم بأحد: اتقوا الله، اتق الله يا رجل. دولة الرئيس، السادة النواب المحترمين، كنت أليت على نفسي عدم الدخول في سجال مع أحد، إلا أن في بعض ما قيل من كلمات تجنياً وظلماً يستدرجان غضباً تنصح الأديان السماوية بتجنب الوقوع فيها. إلا أن هذا الغضب يصبح مبرراً بالنسبة لي عندما تمس لدي قناعتين مقدستين. القناعة الأولى أمن لبنان ووحدته واستقراره وسلامة أبنائه. لما بنقال هالشيء حدا بيقرب على هالموضوع، نعم بدي أغضب دولة الرئيس. القناعة الثانية مؤسسة رئاسة مجلس وزراء وما ترمز إليه من موقع ودور وصلاحيات ومسؤولية وطنية. هاتان القناعتين هما خط أحمر لن أسمح ولن أقبل بأي مساس بهما مهما كانت الأسباب ومهما غلط التضحيات، ولن تصبح رئاسة الوزراء مكسر عصا، وستمارس صلاحياتها كاملة من دون نقصان. دولة الرئيس، حكينا بالمواضيع السياسية والمواضيع، في مواضيع بتهم المواطن، كل مواطن اليوم يعني لسوء الحظ التهينا بعناوين مضبوط مهمة لنا وللكل، وأنا وضحتها، ولكن في التزامات علينا كلنا كنواب وكحكومة أن نتعاون فيها، وهي هالمواطن شو بده؟ هالمواطن شو عاوز؟ مواطن بده استقرار، بده رفاهية، بده عيش كريم. هالمواطن بده يقعد ببيته ما يشعر بخوف من جاره ولا يشعر بغبن. هذا المواطن اللي بده اياه. نعم، ليه طبعا ليش مين عم بيقول لا يا فؤاد؟ مين بيقول لا؟ نحن شاعرين بالخوف دولة الرئيس. مواطن بده كرامه. بدنا يا شيخ نديم، هذا الخوف اللي عندك ايه؟ عندي ايه وعند كل واحد، ما بيشغل الا بتحط ايدنا كلنا بايد بعض. والامبارح تفضل وقال دولة الرئيس بري بدها مصارحه، وبدها مصالحه حقيقيه لحتى نقدر نتجابه هالشيء. هالمواطن بده استقرار، بده يعرف كيف يخطط، بده يعرف كيف يعيش، بده يوصل على البيت يفتح يضوي الكهرباء. بده كرامه دولة الرئيس. المواطن كمان يا زملائنا، المواطن اللبناني ما ناقصه كرامته ما عنده. هالمواطن بده مي، هالمواطن بده طريق مقبولة، هالمواطن بده يعيش عيش كريم، وهالشي ما بيصير إلا ما نتعاون كلنا سوا ونحط إيدنا كلنا سوا بإيد بعضنا. من هون
لأنهي كلامي بقول دولة الرئيس حكومتنا لم تشكل كما قال بعض السادة النواب لتشعل الحرائق. إذا ذكرنا شو كان صار قبل تكليفي بعتقد أنه الأيام حتثبت أنه هالحكومة ولدت لإطفاء نار، لإطفاء نار الفتنة كانت ستلتهم لبنان ولتملئ فراغاً شل مؤسسات الدولة، وكان أن يدخل النظام في أزمة مستعصية الحل. إن الظروف الدقيقة والحساسة تتطلب من الجميع التضحية والعطاء، لأني ابن مدينة عرفت على مر التاريخ أن تعطي من دون حدود، أن تضحي من أجل صون لبنان وعزته واستقراره. قبلت رئاسة الحكومة وأنا على ثقة تامة أن أهلي في طرابلس والفيحاء وجميع اللبنانيين المخلصين هم معي في أي مسؤولية أدعى لتحملها، لأنهم أبناء أصالة ووفاء يعرفون أنني سأبقى كما كنت دائماً أميناً على أمالهم وتطلعاتهم الوطنية بصدق ووفاء. كما أريد أن أؤكد أن حكومتنا ملتزمة العمل لكل اللبنانيين لتأمين مصالحهم ومستقبلهم في المعارضة أو في الموالاة وفي الموالاة بدون تفرقة، وستكون مسؤولة عنهم وتكون أمامهم. بعد الصدقية والمحبة التي تكلمت بها آمل أن أكون قد أجبت على تساؤلاتكم واستضاحاتكم، فإننا نمثل اليوم أمام المجلس النيابي الكريم نلتمس ثقة غالية في رحلة شعارها كلنا الوطن كلنا العمل. وحسبنا في هذا الشعار وفي كل خطوة نقوم بها التزامنا بقوله تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والسلام عليكم. سيدة الزملاء، خليكم.